دير بالك تغث هناء. نعم ترى هناء اللي يعترب هناء ما يقوم. أنا كيف شوي انفعلت على هناء وغابرتهم كلهم مصطفهم عليه. يا خسلت انفعل على هناء هسا انت تنفعل على هناء. هم مرة انفعلنا وشلنا جنطنا صار هاي السنة الخامسة. زين هسا كل زعلانة هسا كل زعلانة على هناء. بس فهمني فدوى العينك الزعل على هناء نطيح على هناء. عمي احنا نطيح على هناء الرضي هناء. بس هاي الاطلابة لو غيرها هسا توقف راتبك. اي استاذ مو توقف. ليش بس تحديث بيانات تحديث بيانات يعني تحديث بيانات بشهر 11. اي نعم. ايش قد صار متوقف راتبك؟ اي ما قد راجعت عند تحديث البيانات. اي بساحة الوثبة صعدت مديرة القسم اسمها هناء عباس مديرة قسم وهي مديرة بس ما تتحاجة يجوز عندها ظروف هنا بس على مود صحة صدور بالهوية. اي ليش ما تسوي صحة صدور؟ اه اي اسمع غير استاذ عدنان عندي شكوى وصار شهر من اجدك غير تسمعني على مود الرأي العام يسمعني. اي اخويا بس اختصر لي انا هم وياك لا اسمعهم في دول عينك. اي الله ما اسمع اختصر. قال موظف يذبنا على موظف موظف يذبنا على موظف. قلت له ست ما يصير شو صوتي عليه؟ قالت شو صوتك؟ كيف قلت والله مو صوتي. قلت له انا صاحب عائله ست نفرات قدام 500 احسب له يوم يوم. اي واحد من عنده موظف كان يطلع الظاهره مالته كان قلت له مالك تقاعد المهم ما اطول عليك تتجي خلوني بين العامه وبين الشواتي يلا شعلوا. ايش قدر صار على الدوني الدوني وعنده قرار ايش قد صار لك ايش قد صار لك؟ حالي ما يقتنعون بي. ايش قد صار لك بدون راتب؟ انا صار 3 اشهر. ايه باوع عيني جعفر استاذ نبي نمك الامر مال الحاله باكر باكر يوم الاحد يوم الاحد الصبح تروح على الاستاذ حسام. نعم. معاون مدير التقاعد العامه بساحة الوثبه هو حسام عداني هو إيه؟ حسام عداني تروح على حسام استاذ حسام بليحه البيابه اقول له قل لي هسه نساعدك قل استاذ انا انا راح هو انا راح احكي ويا حسام العامة الشكاوى عندهم ساد على بالاعلام انا راح اطمطم على الاخ استاذ نجم. ها ما تحكي يا استاذ العفو مو قصدي انت عداني حتى النائب كان صباح سند قاعد يمه من 3 اشهر خبلونا الدائم كروه واحنا واقفين في المحمود يا قاعد يا بنت انا هسه ما اعرف النقص بمعاملتك يا جعفر ما يسمعوني يا حبيبي استاذ نجم جعفر وقراني كله بالخدمه اقراني كله بالخدمه ده تستلم جعفر اذا انا مو اصول وقراني ما تستلم راتب انا اتحمل انت هسه بس صحه صدور الهويه يا جعفر بس خليك وياي بس صحه صدور الهويه. نعم. ها تروح انا راح انا حسام سيد حسام يسمع صوتي وتروح على الاخ حسام استاذ حتى رئيس الهيئه طبت علي استاذ نزل انت لازم تسمعني. اي رئيس الهيئه الجديد طبت علي ماهر تدري شو يقول لي رئيس الهيئه الجديد تدري شو يقول لي؟ اي اي طبت علي بس انا مو بشر ولا مواطن من 8 الصبح ل 4 العصر الا كله طبوا له خطاطي يهنون على المنصب الجديد قلت ما عنده مشكله مديره حقه. اي ب 4 يطب عليه حسام قاعد منا ومدير الحسابات قاعد منا وقعدونا بنص ميز مال الاجتماعات. اي انا قلت مدير جديد راح ينصفني واعطي كتاب لحسابات هذا الكتاب يمك هسه تشوف انت بالمازنجه. اي محال على التقاعد من وزاره الداخليه. شو يقول ماهر؟ يقول المدير الجديد يقول لي يقول تدني انا اصدقك واكذب الموظفين العدي. ماشي اكلت منطق مال المدير يحاسيني. ماشي وهسه حالوها بالتحقيق نزلونا قبل يومين بالتقاعد. ماشي حالوها بالتحقيق هسه جوه. ماشي يا استاذ ماهر نجم احمد امك ايش تقول لك في لنا سنه انت لا يقول لك تكتب لهم هذا مو جعفر جعفر تسمعني لو لا جعفر قاعد اصولي جعفر. نعم استاذ تقدر تسمعني دقيقتين لو لا؟ نعم الان التقاعد يشكون يشكون بيك انه انت تقاعدك غير صحيح. لا مو شغله يشكون انا كيف شوي انفعلت على هنا وغابرتهم كلهم مصطفهم عليه. يا خسلة تنفعل على هناء هسا انت تنفعل على هناء. هم مرة انفعلنا وشلنا جنطنا صار هاي السنة الخامسة. زين هسا كل زعلانة هسا كل زعلانة على هناء. بس فهمني فدوى العينك الزعل على هناء نطيح. نعم. على هناء عمي احنا نطيح على هناء الرضي هناء. بس هاي الاطلابة لو غيرها السالفه السالفه عم انا جالس فقير صاحب عالي انت لا تفض لي اياها واذا انا مو اصول اتحمل التبعات. ماشي على الله خابر حسام بس كله تدري موضوع اسراء اسراء والله اجيهم كله طين بالمحمود يا قاعد انا قلت شلون هنا ما اخذ اسراء خابرونا جعفر عليه صفح. جعفر 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 نعم اسراء
هذا نعم. الرجال تخابرين له استاذ مار، استاذ مار ما نعرفك انت خش وصاحبنا وزين وبعدك جديد، الله يستر عليك خلص جعفر. نعم. امشي عليك العباس خلص جعفر. استاذ ماهر استاذ يمك طالع جعفر شوف العالم اذا مو جعفر حبيبي. نعم. جعفر يوم نعم. الاحد انا اتصل عليك ومن هالعين ومن هالعين تاخذ راتبك وحقوقك بالقانون. استاذ هسه انا حتى اوكي البرنامج هسه اصورك انت عائلتي صار جعفر وجهالي بطلته من المدرسه الدور انا والله 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 حقك والله حقك اسرار تخابر لك ماهر بطلتك البيت وجهالي شلون قاعدين حتى بطلته من المدارس صار انا بالخدمه كلها تستلم استاذ صار حبيبي صار بس كلها عامه يعني واكو طلب اقول ما عندي مشكله بس اخذ منك واحد جعفر جعفر نعم اخذ منك واحد اذا نعم. مش التقاعد دير بالك تغث هنا نعم ترى هنا اللي يعترب هنا ما يقوم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم الله يعينك يا شعب مره هنا مره حمودي مره حتى اوراقي ما ادري وين صارت والله العظيم انا